أعلنت هيئة قناة السويس تحويل الإبحار إلى المسار القديم بعد تعطل حركة الملاحة في القناة إثر اصطدام سفينة حاويات برصيف القناة. تمكنت ناقلة عملاقة من إيقافه بل وتدوير حركة الملاحة البحرية إلى المجرى القديم لقناة السويس. في آخر تطورات أزمة سفينة قناة السويس، علقت هيئة قناة السويس حركة الملاحة بشكل مؤقت. رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. تعد قناة السويس الواقعة في دولة مصر العربية موقعا استراتيجيا متميزا على خريطة العالم الجغرافية، لذلك فهي تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم بشكل عام ودولة مصر بشكل خاص، إذ تمثل هذه القناة أكثر طريق يربط بين الشرق والغرب. تعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية التجارية وأكثرها ازدحاما على مستوى العالم. جدل عالمي أثارته واقعة نادرة الحدوث بجنوح سفينة ضخمة في ممر قناة السويس. السفينة إيفر جيفن القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام في هولندا، ونتيجة لعاصفة ترابية هبت على البلاد لتتسبب في تعليق الملاحة وتوقف سير حركة السفن في القناة، ومن ثم احتشاد جهود الجهات المعنية المتمثلة في هيئة قناة السويس وشركة إيفر جرين اليابانية المالكة للسفينة للعمل على حل الأزمة. بدأت القصة في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر مارس بالإعلان عن جنوح السفينة. في اليوم الأول أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على تحرك وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة ومواصلة الجهود من أجل تعويم السفينة الجانحة من خلال عمليات الشد والتكريك لاستعادة انتظام حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى. في آخر تطورات أزمة سفينة قناة السويس، علقت هيئة قناة السويس حركة الملاحة بشكل مؤقت. أعلن رئيس هيئة قناة السويس صباح الخميس تعليق حركة الملاحة بالقناة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال تعويم السفينة الجانحة. في اليوم الثالث أعلنت هيئة قناة السويس أن نسبة إنجاز أعمال التكريك بواسطة الكراكة لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة الجانحة وصلت إلى 87% وإزالة 17,000 متر مكعب من الرمل. وأشارت الهيئة إلى أن الجرافات اقتربت لمسافة 15 مترا من مقدمة السفينة. في اليوم الرابع عقد الفريق أسامة ربيع مؤتمراً صحفياً، كما أعرب عن أمله في عدم اللجوء لسيناريو تخفيف الحمولة من على السفينة التي ستحتاج للاستعانة بالجهود الدولية. في اليوم الخامس كشف الفريق أسامة ربيع عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التجهيز لعملية تخفيف الحمولة حتى قبل اللجوء إليها. في اليوم السادس أعلن الفريق أسامة ربيع يوم الاثنين الموافق 29 من شهر مارس استجابت السفينة الجانحة لعمليات الشد والتكريك وبدء تعويمها من جديد. أي الهيئة بكل العناصر من أول رئيس الهيئة لغاية يعني أصغر من شارك من العاملين بالهيئة في هذا الموضوع، اسمح لنا احنا نحييهم لو سمحت.